سيد الرئيس، سادة الزملاء، أولا تحية لجيشنا البطل والقوات الرديفة على الإنجازات الكبيرة في حلب. تحية لأهلنا الصامدين في حلب أمام الإرهابيون. لك شو بك حبيبي مطرمخ اليوم، جمع معي شوي. تحية لإعلامنا الإعلام الوطني الكبير اللي فضح الكذب أمام الإعلام الكبير للجزيرة العربية، والإعلام ضروري والطبل والزمر ضروري عشان بيقوي شعبنا وبيقوي العزيمة الناس. الإعلام ضروري بأي شبر منحرم من أرضنا الحبيبة. الإعلام أضر من أي شغلة، بيقوي الجيش، بيقوي الناس، بيصير أمل للشعب السوري اللي رايحين لبرات سوريا، بيصير لهم فكر بسوريا. الإعلام اللي صار فينا بحلب من أسبوعين لهلا بالنصر الكبير حرك كتير ناس من شعوب. فأنا بأتمنى من الإعلام أكثر وأكثر. أنا ضد أي واحد ما بيحب الإعلام، أنا ضده. الإعلام ضروري ضروري ضروري، والطبل والزمر ضروري. كرات السماعة على الخير، نطع نطع.